المستشار جمال الجلاوي مدير عام الجمارك. مستشار جمال، مساء الخير. استعداداتكم في الإدارة العامة للجمارك للأيام القادمة؟ بدي يعطيكم العافيه. اول شيء بدايه انا اتقدم لكم جزيل الشكر على المجهود اللي تبذلونه في مثل هذه الايام، خصوصا يعني العمل المتواصل. بدايه احنا بالاداره العامه للجمارك لله الفضل عملنا فريقين، فريق موجود حاليا خاص في غرفه الطوارئ، عندنا غرفه موجوده في مبنى الموانئ مجهزة بالكاميرات ومتابعة المنافذ أول بأول والوقوف على حالتها لحظة بلحظة. كذلك أيضا في الفترة السابقة بعد ما تبين لنا تجمع بعض البرك المائية في الأمطار في الأيام الأولى من الأمطار اللي تمت، وضعنا أيضا مضخات وتناكر سحب في هذه المواضع الموجودة، خصوصا تلك المواضع اللي يكون فيها مرور الشاحنات من المنافذ، خصوصا ميناء شويخ اللي تقريبا 65% من المواد الغذائيه تعدي من هذا المنفذ. لسهوله المرور المواد الغذائيه حتى لا تتعطل، خصوصا تلك اللي سريعه التلف. نعم استاذ جمال، يعني بالنسبه لكم في الجمارك، هل يعني وصول البضائع في هذه الاوقات كما هو معتاد؟ احنا بحاول قدر المستطاع. طبعا احنا اليوم قاعدين يعني الشاحنات الموجوده حاليا في المنافذ البريه دخلناها كلها اليوم قبل الساعات اللي يتم فيها التحذير، خصوصا الساعات القادمه. دخلنا كل الشاحنات ويعني وجعلناها يعني وجهناها خصوصا لشبره الخضره او للصليبيه، المنفذ البري في الصليبيه. نعم نعم المستشار جمال الجلاوي مدير عام الجمارك، شكرا جزيلا لك ولجميع منتسبي الإدارة العامة للجمارك أيضا.